خرجنا من الحبس كملت انا عقوبتي، انا كملت عقوبه معناها ما تحكمت 14 سنه، عديت 13 سنه ونص. خرجت على اساس باش نرتاح، خرجت على اساس باش نخدم باش نندمج. نخرج نلقى روحي معناها مكبل ب 16 سنه مراقبه اداريه، 16 سنه مراقبه اداريه، يعني نخرج في عام 2004 نقعد نعمل مراقبه اداريه 16 سنه اخرين. مراقبه اداريه يعني ما عنديش حق انا نغادر بوسالي الا برخصه. والرخصه يلزمني انا نستنى ونمشي ونرجع معناها عديد المرات للمركز باش يوافقوا لي. مادام انا نمشي للمركز يعني ما عادش ما نجم نخدم، لا ثم شكون يتعامل معايا، لا ثم شكون يخدم لي، لاني انا محل شبهه. يعني باب الرزق يتقطع عليك. وانا كتبته على الصحافه، كتبته على معناها رجعوني للحبس افضل من العيشه اللي عايشينها. لانه انا كنت في الحبس ما كنتش نخسر في عائلتي في ولادي شنو يعانيوا. اما كيف خرجت وشفتهم شنو يعانيوا معناها معاناه اخرى اكثر. ولذلك انا قلت راهو السجن احب الي مما انا فيه.